19 نوفمبر العام 1869 ميلادية، قصفت قوات الاستعمار البريطاني قلعة حالة أبو ماهر بجزيرة المحرق بعد أيام من فرضها حصار بحري على البحرين، وأقدمت على اعتقال محمد بن خليفة وطرده إلى الهند بعد إقدام الأخير على استعادة السلطة في البحرين لنفسه وقتل أخيه علي بن خليفة الذي خلفه في الحكم بعد عزله من قبل بريطانيا إثر إقدامه بالتعاون مع حكام أبو ظبي على مهاجمة قطر واحتلال مدينتي الدوحة والوكرة وتخريب البيوت ونهب أموال الناس هناك.